الحديث إذن مشاهدينا عن الفساد المالي والإداري في موانئ العراق، معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. حياكم الله دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. حياكم الله دكتور. إذن دكتور حامد، تشكلت لجنة في البرلمانية طبعا للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بموانئ العراق. خلصت هذه اللجنة إلى أنه إدارة الشركة لم تسلم وزارة المالية أي أموال طوال 4 سنوات. يعني أين إذن الجهات الرقابية والإدارية وحتى البرلمانية طوال هذه المدة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. للأسف الشديد الفساد أكيد لا يقتصر فقط على شركة موانئ العراقية ورئيسها الذي عين بإرادة فعلا حيتان الفساد بحجة أنه هو يمثل جهة معينة، وطبقا للنظام المحافظ فهي أصبحت من حصته، رغم أنه ليس من موظفي الشركة، ليس له خبرة، وأيضا ليس من سكان البصرة. يعني البصرة أيضا يفضلون أنه يكون الشخص قريب إلى الموانئ وقريب إلى يعني ظروف البصرة باعتبارها المنفذ الرئيس على الخليج على المياه الدولية. لكن للأسف الشديد إرادة حيتان الفساد هي التي تغلب في معظم الحالات. الرجل يعني عليه شبهات كبيرة من قبل حتى الوزارة، يعني وزارة النقل، لأنه يبرم اتفاقات وعقود أحيانا وهمية مع شركات لم يتأكد من مرجعيتها ولا يتأكد من خبرتها. اثنين، يرضي الحيتان الفساد، لأنه نعرف احنا جيدا أنه الموانئ العراقية الحقيقة فيها منافذ كثيرة وفيها نقاط جمارك كثيرة أيضا، فهي مقسمة بين حصص لهذا الشخص أو ذاك تبعا لنفوذه، إرضاء لأن تم عملية تهريب المواد وإدخال هذه المواد عبر الموانئ دون أن يكون هناك رسوم جمركية عليها. هذه الحقيقة واحدة من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا حتى هناك شكوك حول شهادته أنه يدعي بأنه هو دكتور لكنه لم يجد له سجل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فالرجل شخصية مريبة حولها، يعني تعوم حولها شكوك كثيرة وصلت إلى حد مجلس النواب، وهناك أكثر من لجنة يعني اتخذت على عاتقها فتح ملفات الفساد في الشركة العامة للموانئ العراقية. نعم كما تفضلت دكتور، يعني حتى لجنة النزاهة النيابية في أكثر من مناسبة منذ أشهر يعني تطالب بكف يد مدير عام هذا الذي اسمه فرحان الفرطوسي بسبب تهم الفساد. لكن هنا يعني يثار السؤال، لماذا يبقى بعد كل هذه المطالبات بإقالته بسبب الفساد ومن جهات رسمية برلمانية يبقى في منصبه، لا يزال في منصبه؟ ما النفوذ الذي يتمتع به؟ ما الحصانة؟ الحقيقة هي عمليات الفساد، يعني خصوصا الكبيرة والمنفذ، يعني المنافذ والموانئ يعني منبع كبير جدا لتحقيق الربح والسحت الحرام يعني. وطبعا الهيمنة عليه ليست عملية سهلة وليست مقتصرة على شخصيات بسيطة ضعيفة في النظام السياسي البائس والطغمة الفاسدة، وإنما هناك شبكة كبيرة. ونعرف أنه أيضا في العراق بصورة عامة أصبحت يعني الفساد له منظومة وله مؤسسات تدار من قبل حيتان الفساد ومن ما يسمى الدولة العميقة. لذلك كلما كبرت شبكة الاتصالات وشبكة التغطية على شخص يقوم بعملية ترتيب الحصص في الفساد في الصفقات يزداد الدعم له، وهذا شفناه ايضا امثله كثيره مثل نور زهير في يعني سرقه القرن، مليارين ونص المليار دولار، كان ايضا له يعني سند قوي من داخل النظام السياسي. فلذلك هذا العمل في الموانئ وفي الحقيقه الصفقات، لانه الوضع الان في البصره ليس قضيه متعلقه فقط بالخدمات في داخل العراق، ليس هو فقط المنفذ العراقي الوحيد على الخليج، وإنما هناك مشاريع
في المستقبل كبيرة، منها ميناء الفاو الكبير، منها المجمع مجمعات صناعية كبيرة، منها طريق التنمية الذي وقع عليه السيد أردوغان في زيارته إلى بغداد، وأيضا هناك التفاتة له من أنه يجب أن يكون العمل في مشروع التنمية أو طريق التنمية خالي من مافيات الفساد وتأثير مافيات الفساد في العراق، لأنه الكل يعرفون معرفة جيدة إذا كان تركيا وإذا كان دول الجوار. فلذلك القضية في البصرة وموانئ البصرة الحقيقة الآن أصبحت حتى مرتبطة بشبكات فساد إقليمية ودولية ليست فقط عراقية، فلذلك يعتمدون على شخص مثل هذا رئيس شركة الموانئ الحالي باعتبار أنه شخص أصبح موثوق منه، فلذلك يقدمون له ما يريد على شرط أنه يقدم لهم أيضا بالمقابل ما يريدون من ملفات فساد. وهذه الحقيقة موجودة، يعني ليست غريبة على شركات كبرى إذا كان رأس مالية يعني من دول غربية أو حتى من دول الخليج العربي، لأنه هناك مشاركة ليس فقط من قبل تركيا باعتبار الخط طريق التنمية يمر عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط ثم إلى أوروبا والعالم، لكنه أيضا دخلت قطر والإمارات العربية المتحدة وقعت الاتفاق في بغداد على أساس أنه هذا الطريق وميناء الفاو الكبير سوف يكون مشروع يستغرق بناء سنوات. فهو هذا الشخص الحقيقة يبدو مؤهل لهكذا صفقات. نعم. إذن دكتور حامد صراف عبر سكايب الأكاديمي والبحث السياسي، شكرا جزيلا لك.